السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يا جماعة هيكون بخصوص الحاجات اللي ما بتتمسحش، فولدرات، ملفات، صور، أغاني، مقاطع فيديو، أي حاجة ما بتتمسحش من الجهاز عندك. هنعرف ازاي نمسحها النهاردة مع بعض ببرنامج صغير جدا. زي مثلا تيجي تمسح فولدر أو تمسح ملف يديلك الشكل دوت أو الصورة دي، يقول لك اكسس دينايد وتراي جين وكنسل. تمام، أنا طبعا ما عنديش مشكلة أو ما عنديش فولدر حاليا أقدر أطبق عليه عملي، لكن جبت لك الصورة دي عشان أوريك دي المشكلة اللي بتظهر لك. تمام، طبعا دي بتظهر لك في الفولدرات او الملفات او ايا كان الحاجه اللي انت بتمسحها. فالنهارده هجيب لكم برنامج اسمه ايوبيد انلوكر، هنسطبه مع بعض ونبدا نشتغل. ده سورس البرنامج، هيبقى موجود تحت الفيديو، تقدر تسطبه وتحمله وتسطبه. هسطب البرنامج معاكم، كليكتين عليه. معلش هو بطيء شوية بس عشان برنامج التسجيل. بعد كده اضغط نكست اكسبت. هنا بيقول لك بيعرض عليك شوية برامج او تول بار بتنزل في المتصفحات، طبعا قول له ديكلاين. هنا قول له نكست، وبعدين شيل الصح من هنا لو انت عايز ايكون على ديسك توب، عايز مش عايز شيل الصح. بعد كده نكست تاني وهو بيتسطب معاك اهو. تمام، هو كده خلاص خلص، شيل الصح من على تاني واحده وماشي، وقول له ايه فينش. هيفتح البرنامج لاول مره، بيفتح معاك بالشكل ده، بيقول لك ان انت لو عايز تمسح حاجه بيوريك الطريقه، فتقول له اوكي خلاص. هفترض مثلا دلوقتي ان انا عندي مثلا ملف مش عايز يتمسح. تمام، مثلا ده مثلا مقطع صوتي او اغنيه، هحاول مثلا امسحها. طبعا انا مشغلها تحت في الريال بلاير عشان اوريك بس ان هو ايه، مش هترفض ان هي تتمسح، فانا هوريك ازاي البرنامج هيمسح. فهدوس شيفت ديليت من الكيبورد وهدوس يس. زي ما انت شايف الاغنيه ما بتتمسحش، هنا بيقول لك تراي اجين. تمام، بيقول لك ان هي مستخدمه. ساعات انت بيبقى عندك ملفات على الجهاز مستخدمه ده، بس انت مش عارف هي مستخدمه فين في الويندوز، مش بتقدر توصل لها. فكل اللي عليك انك هتيجي تقف على الملف او الفولدر او اي حاجه انت عايز تمسحها مش بتتمسح، كليك يمين وتعمل ايوبت انلوكر. تمام، هيظهر لك هنا بيقول لك لوجد، يعني مقفوله. معنى لوجد ان هي مستخدمه، في حاجه قافلاها عشان كده مش عايزه تتمسح. فهتيجي تدوس هنا من السهم ده، لو انت عايز تمسحها هتختار انلوك اند ديليت، لو انت عايز تعمل لها رينيم انلوك اند رينيم، لو انت عايز تنقلها من مكانها هيبقى انلوك اند موف، لو انت عايز تعمل لها كوبي لمكان تاني هتعمل لها انلوك اند كوبي. فاحنا عايزين نمسحها، فاحنا هنعمل انلوك اند ديليت وتقول له اوكي. قال لك unlock delete successfully، خلاص اتمسحت زي ما انت شايف الاغنيه او المقطع اتمسح. طبعا ده كان يعني تجربه عمليه بس كده لاحد المقاطع اللي كانت عندي على الجهاز، لكن مش قادر اجيب لك، يعني مش قادر اجيب لك فعليا فولدر مش عايز اتمسح عندي، لان انا المشكله دي ما بتقابلنيش مع البرنامج الانلوكر. تمام، زي ما وريتك البرنامج هيكون موجود تحت الفيديو، تحمله وتسطبه زي ما وريتك كده، وتبدا تتعامل زي ما الفيديو بيقول. يعني اتمنى يكون الشرح عجبكم ويكون الناس استفادت منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.